المغاربة استهلكوا السنة الماضية 30% من الأدوية الجانسة مقابل 70% للأدوية الأصلية. 98% من حجم الاستهلاك كان داخل المستشفيات العمومية. علمياً الدواء الجانس هو معادل للأصلي من حيث الجرعة، الشكل الصيدلي، الجودة والفعالية. بالنسبة للأدوية الجانسة كان شيق فيها، لأن صنع محلي، صنع محلي، والأثمنة بالنسبة للأثمنة جد يعني بمتناول الجميع. أنا ما غاديش نثيق فيه، لأن أولاً بهذا كاينة هاد الدواء، إلا ما كانش معصار فيه من طرف الأطباء الخبراء ما يمكنش لي نثيق فيه، لأنهم هما اللي عندهم دراية بهاد الأدوية هذه. خص تجربوا دابا، المهم ما جربتيش راه ما غاديش تعرف واش تثيق فيه ولا ما تثيقش فيه. 98 مليون علبة من الدواء الجنيس تم استهلاكها إلى حدود نهاية السنة الماضية بقيمة مالية تجاوز 3 مليارات درهم، أي ما يعادل 33% من الرقم الإجمالي للمبيعات. هذه الأرقام هي مهمة نسبة ما، ولكن ربما كان يمكن لها تطور أكثر من هذا، كان يمكن نكونوا في 40 ولا في 50%. الدول المتقدمة بحال الولايات المتحدة الأمريكية وصلت حتى 80%، الدول الأوروبية خاصة في شمال أوروبا كتوصل المستويات ديال 60-70%. شركة التأمين يجب أن تقوم بالمهام في تشجيع الأدوية الجانسة. ثانيا تحسيس كل المتدخلين منها الأطباء الصيادلة والمستهلكين على جودة الأدوية الجانسة. الثمن والجودة عاملان أساسيان في اختيار الدواء. الدواء الجانس يقل الثمن في المعدل بين 30-40%، لذلك يجد الطبيب نفسه مجبرا لأسباب اجتماعية بالدرجة الأولى في وصف الدواء الجانس. كنستشروا مع المريض ملي كيكون الدواء غالي، كنقولوا له دي مثلا، نعطيو مثال بأن هاد الدواء راه مزيان لك للشرايين ولكن راه كيسوى 700 درهم مثلا في الشهر. إلا المريض ما عندوش هاد الإمكانيات وما عندوش الطاقة باش يشري هاد الدواء، ديك الساعات كنعزلوا له دواء جانس باش يمكن له يشري هاد الدواء، لأنه النجاح في التالي كيكون ملي كيستمر في الدواء. المهم هي داك الانسان اللي كان ضعيف وجاب واحد الوصفه غاليه، نقولوا حنا 400 درهم 500 درهم، وانا كنشوف بين داك السيد في وضعيه محتاج مسكين ما عندوش الامكانيات، يمكن لي نعطيه دواء اللي جانيس وغادي ياخذ بتكلفه اقل. خاص الدوله تعطينا حق ولا الوزاره الوصيه تعطينا حق الاستبدال وتحافظ اسي على المعادله الحيوية اللي هي لابيو إكيفالانس. 12 مليار درهم رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية بالمغرب، رقم يسائل المهنيين والمصنعين بضرورة توفير كل السبل لتشجيع الدواء الجانس، سواء من حيث الجودة والتوزيع، لتيسير الولوج لأكبر عدد ممكن من المواطنين للعلاج.